مساء الخير لكل من يتابعنا في برنامج يا الكويت وتلفزيون دولة الكويت، حلقة جديدة مسي عليكم مشاهدينا وعلى الزميلة لولو. مساء الخير. مساء الخير محمد، ونمسي عليكم مشاهدينا، وإن شاء الله نوعدكم بحلقة جميلة. وأكيد دائما نحرص كفريق عمل برنامج ليالي الكويت أن نقدم لكم القضايا اللي تكون قريبة منكم، ودائما نذكركم ونسعد جدا أن نقدم لكم الاقتراحات ونتشاركونا معنا عبر هاشتاغ ليالي الكويت. دائما اللي قاعد خلف الشاشة، أي مشاركة أو أي تساؤل شاركنا عبر هاشتاغ ليالي الكويت في تويتر، وإن شاء الله تلقى سؤالك أمام أي مسؤول أو ضيف من مبدأ الشفافية. لولو، بنسافر أنا وياك للماضي شوي مع مشاهدينا، أكيد في أغنية أو فرقة كويتية قديمة تشكلت تقريبا نص السبعينيات الثمانينيات. هذا اختبار ولا شنو؟ اختبار على الهواء. اختبار على الهواء. عطني تلميحات. هم ثلاثة، ما راح أكمل. خلاص شوف محمد، دام ان هذه الفرقه يمكن انت قلت في السبعينات، انا ما لحقت عليها، يمكن انت لحقت عليها صح؟ لحقت؟ اكيد ملحق الستينات. يقول عمره ما عنده مشكله. انا ما لحقت عليها، لكن تميزت باغانيها اللي اخذت شهره واسعه لليوم يا محمد، ان نسمع هالاغاني وتظل بذاكرتنا. دامك اعطيت تلميحات، هي اكيد فرقه رباعي الكويت. منو ما يذكر في شارع الجهرة صادفوني ثلاثة رايحين الصالحية. أكيد فريق الإعداد الله يعطيهم الصحة والعافية حبوا أن ننتقل شوي عبر يعني نافذة تاريخية على الفن الكويتي القديم. خلينا نشوف عن فرقة رباعي الكويت، ورد لكم أحلى حلقة في ليالي الكويت. عد شارع الصالحية. رباعي الكويت تأسست في منتصف السبعينات، تميزت بوقتها بأغانيها الجميلة والمختارة من بعض الأغاني المشهورة بتلك الفترة، أو ببعض الألحان اللي يقوم بها أعضاء الفرقة. الجهرة صادفوني في شارع الجهرة صادفوني، ثلاثة رايحين للصالحية، ثلاثة رايحين للصالحية. رباعي الكويت فرقة يعني اشتهرت في عام 76 تقريبا، وتمينا حوالي 3 سنوات. وأنا الكلام اللي بتكلمه يعني أتكلم عن 43 سنة، يعني مضت محتاج جمعية المعلمين، وانتقيت معاهم جمعية المعلمين لأن كان مقرهم هناك، فانتقيت معاهم وكانوا زملاء لي شاطرين، مخابر أحمد تعالى وصلة. قدمت الفرقة عدد من الأعمال واستمر تواجدها لسنوات. على عشير صابني في طرة العين، على عشير صابني في طرة العين. بعدين قالوا ليش ما كنت معانا بالفرقة؟ طبعا أنا كنت أكبر، وصلت معاهم بالفرقة وقلت لهم لازم نخلي اسم الفرقة، لأن ما كنت سمناها رباعي الكويت، واقترحت عليهم من نفس الاختيار والحلول وكذا. كونا قاعده جماعيه جميله مع الفرقه، واشتهرت يعني شهره واسعه، وكانت هذه يعني في الزمن الجميل. هذه كان فكره عن فرقه رباعي. توقف عمل رباعي الكويت في الثمانينات، لكن تبقى بذاكرتنا الى يومنا هذا. اليوم في ليالي الكويت، المهندس كامل العوضي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وحديث عن مرور 65 عام على تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية. مريم جعفر، مشروع ذا كيك شوب، رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل. تخيل
الحب يجمعنا حصريا في ليالي الكويت. انتم صدتوني الان في البوليفارد مكجول. الله يعطيك الصحه. ما توقعت اللقاء. تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. معالي تركي آل الشيخ، وين بيوصل طموحه لأبناء وطنه وأكيد لبلده السعودية؟ سمع العائد عائد سياحي، عائد اقتصادي، عائد اجتماعي، نفسي، وظائف. ما شاء الله قاعد نشوف التغيير اللي غير الأمير محمد بن سلمان، مو تركي آل الشيخ. أول حاجة، أنتم طبعكم زي طبعنا، 95,000 من إخواننا في الكويت جو للرياض. أنا أول شيء يقول لي طويل العمر اللي يقوله الشيخ صباح ولا يوجه فيه الشيخ صباح نفذ على طول بدون ما ترجع. الأحد القادم في ليالي الكويت. تخيل في في الوقت الذي يتلقى فيه الناقل الرسمي والطائر الأزرق الإشادات من أعرق المؤسسات الدولية، يجد بعض الانتقادات التي لا تقلل من الجهود المبذولة. وفي الوقت الذي تزداد دقة أوقات خطوطنا الجوية وزيادة الوجهات المطلوبة، نجد من يغض الطرف عن كله ذلك ويبحث عن أي خلل. هذا هو حال شركة الخطوط الجوية الكويتية التي عززت أسطولها بطائرات جديدة هي الأحدث في الشرق الأوسط، وأكدت على ريادتها وقوة أرضيتها بتضافر الجهود وبعمل أبناء الكويت الدؤوب. فبعد مرور عام على تسلم المهندس كامل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة، حقق قفزات على أرض الواقع سنتفرع بالحديث عنها الحين في ليالي الكويت. الله معنا في ليالي الكويت، معنا مهندس كامل عوضي رئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية. بالبداية نهنيكم على مرور 65 عام على شركة الخطوط الجوية الكويتية. ودنا في البداية نرحب فيك أكيد، منورنا في ليالي الكويت، ودنا نتكلم عن أبرز ما قدمه مجلس الإدارة الجديد لهذه الشركة وللعملاء. أول شيء مشكورين على الاستضافة. الحمد لله الكويتية احتفلت مرور 65 سنة من تأسيسها، ومثل ما أنتم شايفين خلال السنة اللي طافت هذه الشركة انهضت، بدت باستراتيجية جديدة، طبعا بإدارة جديدة. أول شيء مجلس إدارة بقيادة الأخ العم يوسف الجاسم وأعضاء مجلس الإدارة، بتوجه جديد، بخطة تم دراستها واعتمادها لسنة 2026، وإحنا إن شاء الله أول سنة هذه قاطعين من الخطة، وورانا درب إن شاء الله 6 سنوات أساس نوصل هدفنا ب 2026 إن شاء الله. حياك الله مهندس كامل العوضي، منورنا في ليالي الكويت أكيد ومشرفنا الليلة. الله يحييك. يعني مسيرة تاريخية للخطوط الجوية الكويتية منذ 65 عام، واليوم احنا الخطوط في إدارة جديدة ممثلة في مجلسكم الموقر. ما الجديد والنهج الجديد اللي قدموه المجلس الإدارة للخطوط؟ بشكل مختصر، الهدف طبعا الربحية خلال فترة معينة، والإدارة واعية وفاهمة ان الربحية ما راح تصير الا بخطة استراتيجية اولها تركيز على مستوى الخدمة من بداية الحجز إلى ما يوصل الراكب الدولة اللي مسافر لها ويستلم جنطته. المراحل اللي يمر فيها الراكب من بداية الحجز لما يوصل الدولة اللي يسافر لها، هذه كلها تركيز على خدمة، يعني جودة الخدمة للراكب. فتم تطوير في الأسطول، المواعيد،
الأفلام، طريقة الحجز، الابليكيشن على التليفون، الانترنت، المكاتب الجديدة تشوفونها بالأفينيوز وإلى آخره، الخدمة على الطيارة، خدمة أول ما توصل مثلا توصل الكويت الجنطة مفروض تكون ناطتك، على ما تخلص من الجوازات الجنطة الجاهزة، الخدمة متكاملة من البداية للنهاية. نعم، يمكن لو نتكلم عن أسطول الكويتية إن شاء الله راح يوصل 38 طائرة في عام 2026 بإذن الله. نبي نعرف أن الخطة التشغيلية حق الشركة نفسها، نبي نعرف معدل كم راح تكون الزيادة السنوية وشلون راح تخدم الركاب. أنا اليوم عندنا 27 طائرة وقاعد نطير حروة من 92 إلى 102 رحلة باليوم. السنة الجاية راح يزيدون طيارات، بس زيادة عندنا سنة على سنة تدريجيا. فعدد الرحلات يعتمد على الوجهات طبعا، كل ما تسافر رحلة أبعد كل ما تستعمل الطيارة لرحلة واحدة بدل رحلتين أو ثلاثة. نعم. فعندنا وجهات جديدة للصيف إن شاء الله بسنة 2020، وجهات بشكل عام طول السنة، يعني عندنا وجهات سنوية أو وجهات موسمية نسميها. نعم. مثلا بالصيف فراح يعلنون إن شاء الله الدائرة التجارية خلال الأسبوعين هذا الرحلات الصيفية وبيعلنونهم. في وجهات جديدة مهندس كامل؟ في كثير، في أكثر من تقريبا 9 وجهات جديدة. نعم. منها صيفية أو موسمية يعني أو سنوية. نعم. ومثل ما قلت راح يعلنون الوجهات الدائرة التجارية عندنا بإعلان يعني بكل التواصل الاجتماعي. نعم. زين، أساس أن نخبر ركابنا على الوجهات ومتى يبتدون تواريخهم. نعم. يمكن قاعد نشوف طيارات الكويتية تمتاز بكراسيها الواسعة، هذا فرقت علينا هالأيام وإحنا نطير على الخطوط الكويتية واسعة ومريحة، هل هذا كان ضمن المواصفات اللي طلبتوها الجديدة في الطيارات؟ هذه يعني خلينا نقول يعني في توازن بالفكر التجاري. فعلا احنا عندنا بالذات على ال 777 البوينغ 777 اوسع كراسي بالعالم من سواء عرض او بين كرسي اللي بين كرسيك وكرسي اللي قدامك، اوسع كراسي العالم. طبعا هذه تعتبر يعني خاصية جيدة للراكب لأن أريح له بالذات حق نيويورك 12 ساعة 13 ساعة أو لندن 6 ساعات أو مانيلا بانكوك، فتقلل عدد الركاب اللي بالطيارة تضحي بعدد الركاب لراحة الراكب. نعم. أنتوا ضحيتوا بالعدد الكراسي من أجل راحة المسافر؟ أي بالضبط، يعني مثلا الـ 777 الناس اللي عندنا أكثرهم أكثر الشركات عندهم تقريبا 412-408 راكب عليه. نعم. احنا عندنا 334 راكب ما شاء الله، فاحنا ضحينا تقريبا 80 كرسي لراحه الراكب. كواكم الله. اي والحمد لله يعني فزنا فيها جوائز والخدمه اريح يعني افضل بكثير من طياره مزحومه. نعم، هذا شيء اكيد ملحوظ واكيد قاعد نشوف هذا، يمكن كل اللي ركب الكويتيه اول شيء لاحظه هو ساعه الكراسي وهذا يعني مقابل تضحيه بالركاب. عندنا تقرير مع مشاهدينا راح نشوفه عن المواصفات الجديده لطيارات اسطول الكويتيه الجديد. بالإضافة إلى حداثة أسطول الناقل الرسمي والأريحية التي نلمسها من ناحية النظافة والطعام والخدمات الأرضية والجوية، وضع المهندس كامل العوضي وفريقه مواصفات جديدة، منها توسعة المقاعد من ناحية العرض ومن الأمام قد يكون أفقدها عدداً من الكراسي الإضافية التي تحقق المكاسب للشركة، إلا أن المكسب الحقيقي للعاملين في الخطوط الجوية الكويتية والأولوية هي راحة المسافر، سواء كان في مقاعد الدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال على حد سواء. فمراجعة الخطط للشركة دورية الهدف، منها السمعة الطيبة التي كانت وما زالت محل ثقة للجميع. ردينا مرة ثانية أكيد في لقاء للرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس كامل العوضي، هذه رسالة أوجهها لكل من يتابعنا، أي ملاحظة أو تساؤل على الخطوط الجوية الكويتية في رحلتك وانت في 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 موقف صار لك ما عرفت شنو يعني
المسؤوليه تبع منه بالضبط. اتمنى تشاركنا على برنامج على هاشتاغ ليالي الكويت، وان شاء الله سؤالك راح يوصل للمسؤول الاول في الخطوط الجويه الكويتيه. واول سؤال انا بساله، لانه ما شاء الله قاعد نشوف التطور هذا في اسطول الخطوط الجويه الكويتيه، انا اخر طياره يمكن قبل شهر ولا طياره قديمه وصغيره، يعني مو الاسطول اللي طاف، يمكن اللي قبله صح، من القاهرة للكويت. للكويت أي. ليش موجودة وهذا التطوير واستراتيجية جديدة ومجلس إدارة ما شاء الله، يعني صدق شهادتنا فيكم مجروحة وندري تسعون دائما لراحة المسافرين، لكن الطيارة لازالت موجودة. صحيح. طبعا الخطة اللي احنا ماشيين عليها خطة دقيقة، يعني كبيرة ودقيقة، تم اعتمادها من مجلس الإدارة. يعني الخطة فيها 7 سنوات. نعم. فأنت لما تخط السنة الجاية شنو الرحلات ويعني الوجهات وعدد الرحلات، الموظفين اللي تحتاجهم، تخطط تقريبا الخطة تصير قبلها بسنتين. حلو. فإحنا توقعنا أن السنة هذه راح نستلم طيارات من إيرباص بمواعيد معينة، بسبب عدم قدرة الشركة اللي تصنع محركات الـ320s تأخروا استلام طيارات 3، فإحنا اضطرينا نكمل مع الطائرات القدم لشهر 5 سنة 2020 على ما نستلم طائرات الايربوس 320 نيو اللي جدد. فللأسف يعني إحنا لو ما كان في أي تأخير من الايربوس، آخر 3 طائرات القدم هذول كان ما شفتهم. نعم. مهم جدا دقة المواعيد، مواعيد الإقلاع، مواعيد الهبوط. يمكن في ناس تتخوف من هذا الشيء، شنو في تطورات جديدة في 2020 عن دقة مواعيد الإقلاع والهبوط على الخطوط الجوية الكويتية؟ سؤال ممتاز. أول شيء إحنا يعني كنا مشهورين للأسف يعني لأسباب كثيرة بالسابق إن إحنا متأخرين، ويعني ما تطلع طيارة on time، وصارت يعني مثل ما تقول شماعة للكويتية. نعم. 2019 بدينا بالواقع بشهر 12 2018 ان نتعدى 90% اون تايم، يعني من ما كنا تحت 50% لفوق 90%. صحيح. في الحين احنا نقاس من شركه عالميه تطالع شركات الطيران كلها بالعالم وتقيس اداء الشركات بالاون تايم، بدقه موعد الاقلاع اللي يسمونه الـ OTP. فالحمد لله القطاع التشغيلي بخطوط الجوية الكويتية اللي هو الطيارين، مهندسين الخدمات الأرضية، الأمن والكارغو والمضيفين طبعا، اجتهدوا سنة 2019، الحين ظل بس تقريبا 26 يوم و27 يوم، ومثل ما أنتم شايفين الحين هذه الان تايم بيرفورمانس مالنا قاعد يصعد شهر على شهر، وصلنا يعني لمركز الرابع والخامس والسادس عالميا مقارنة طبعا مع أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. نعم. فأداء طبعا الحمد لله، تشوفون مثلا هذا خلال السنة مهندس، خلال السنة هذه بدأ طبعا، بدأ آخر نوفمبر ديسمبر تشوف أن هذه العام، وبدأنا جانيوري فبراير، تشوفون ابريل 77 هذا كان للامطار، لان قصدي مش الامطار، لا تاجيل وتاخير الطيارات اللي كانت عندنا، ففي تغيير كان بالاسطول. بشكل عام تغير الوضع الكويتي للافضل بكثير. طبعا هالارقام هذه 96 و92 و94 ارقام دوليه، يعني من بالخليج افضل شركه من شهر 1 لشهر 10 الكويتية. نعم. بالان تايم بيرفورمانس احسن من باقي الشركات اللي بالخليج. نعم. هذا شيء اكيد يشهد لكم ويذكر لكم. وبهالمناسبة خذيتوا جائزة، حدثنا عن جائزة الدقة في المواعيد اللي تم التغيير الملحوظ فيها من قبل الركاب، من قبل الكويتية اخذت جائزتين السنة هذه. جائزة راحة الراكب بالذات الدرج السياحية اللي تو الشهر اللي فات استلمناها، وبشهر 8 استلمنا جائزة لأفضل شركة تحسين ب 2019، يعني تحسنت بشكل واضح، خذناها من أمريكا. فالجائزتين هذا يعني يمكن يوضح أو يعني يثبت للجمهور مثلا
أن الكويتية انهضت بجهود صراحة الموظفين الموجودين بالكويتية كلهم بالإجماع يعني. والشركة مو نفس الشركة اللي كانت فيها قبل سنتين أو ثلاثة، هي شركة ثانية، كأنها هي شركة ثانية قامت انهضت نهضة ملموسة. ومثل ما أنتم شايفين يعني الدش دوانية وقاعد يتكلمون على أداء الكويتية، أسعارها وخدمتها ودقة مواعيدها. هذه هي استراتيجية المجلس الإدارة الجديد اللي يغير الكويتية من إلى. فكر بسيط يعني، أنت إذا أنت تبي تخفف الخسائر وتزيد الإيرادات وتحسن أداء الشركة، تحتاج أن تسوي شيء واحد، أن تركز على جودة الخدمة. نعم. طبعا جودة الخدمة بجميع النواحي، منها أول شيء اللي هو دقة المواعيد. نعم. وبعدين الخدمة الأكل والخدمة المضيفين والخدمة الحجز وإلى آخره يعني. عاد الأكل معروف بالكويتية أحلى شيء. الحمد لله. وتو أنا سمعت اليوم وأمس إنه جايبين ثلاثة شيفس جدد الكاسكو. فقاعد يزيدون والله الكويتيين. نعم. فشيء مفخر يعني. نعم. بالحديث عن العروض الترويجية، تعتبر شركة الخطوط الجوية الكويتية من أكثر الشركات اللي تقدم عروض ترويجية خلينا نقول ممتازة. شنو التطور اللي قاعد يصير بالنسبة احنا لهذه العروض؟ نحاول نستغل. أي صح، قاعد نحاول نستغل أي فترة في يوم إجازة، أو أن مثلا بشهر 11 قليلين يسافرون، نشجع اللي ما سافر بالصيف، لأنه كان مثلا يعني أكثر اللي يشتغلون بشركة طيران ما يسافرون بالصيف، لأنهم أصلا قاعد يسافرون الناس يعني. شركة طيران تكون الإجازات واقفة بالصيف لأن العالم كلهم مسافرين. صحيح. فإحنا نحاول أن في 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 يعني هدف أن نحاول أن نعطي أحسن تشويس، أحسن خيار للراكب خلال السنة. ف يعني وقاعد تحسن خلينا نقول الخدمة للراكب، إن قمنا حتى نوصل دايركت مثل الأويسس والهوليديز عندنا الواحة والعطلات. نعم. قام يخاطبون الراكب اللي أعضاء بالأويسس، يخاطبونه دايركت إنه يقول له ترى في عرض خاص بهالديستنيشن هذا بهالفترة هذا، يخاطبونه إذا تبي ولا ما تبي، يعني يعرضون على الراكب دايركتلي. حلو. قاعد نشوف مواعيد الإقلاع وايضا الوصول ما فيها تاخير، وشفنا هذا المؤشر وخذيته جائزه على هذا الموضوع. الجناط ترى تتاخر والله، يعني صدق شيء. المسافر لما يكون جاي من رحله طويله ويوصل تعبان من نهار، يقعد ينطر الجنطه يمكن ساعه لربع من غير مبالغه. اي لا، هي مو كل رحله بس تصير. ف اللي ما يفهمها يمكن، او اللي ما يعني الراكب ما عنده علم بالش اللي يصير ورا الكواليس. اي بالضبط. الكويتية شركة، لا هي لا يتشق المطار، يعني هي طرف من اطراف معينة. يعني اليوم احنا الحمد لله بتيرمينال 4 اللي يسمونه تي 4، الكويتية الشركة الوحيدة اللي يشتغل تي 4. تي 4 تدار عن طريق شركة خاصة انشن، هم فيها الداخلية والجمارك والطيران المدني. نعم. فهي أطراف كثيرة يتعاملون مع بعض حق هالراكب هذا، والجنطة والتفتيش والجوازات تحت يعني داخل مبنى اللي هو التي فور. نعم. أوكي. تصير في أخطاء، تصير في تحسينات. يعني الحين خلال الأسبوعين اللي طافوا كان في تعديلات على خوفا من المطر، أن يظللون منطقة تنزيل العفش اللي قد سبب تأخير عفشك خلال الأسبوعين اللي طافوا، لأن سكروا منطقة واشتغلوا منطقة ثانية، فصار دبل لود على منطقة واحدة. بس بشكل عام احنا عندنا الحين من الشغلات الكي بي ايز اللي نطالع، الأرقام اللي طالعها يوميا، اللي هو الوقت، الفترة اللي ينطر الراكب للجنطة. وفيها كي بي اي يعني نحسبها تقريبا بالأسبوع، ونشوف شنو الطريقة لتحسين الفترة هذه. الهدف طبعا ان تنزل من الطيارة تخلص من الجوازات جنطتك موجودة، واحنا لا نزال شغالين على الهدف هذا. نعم.
يمكن بالحديث عن تعاونكم مع إدارة الطيران المدني ومع الجمارك والتفتيش والأمن داخل المطار، شنو أبرز التحديثات اللي صارت والخدمات الأرضية؟ الخدمات الأرضية طبعا أعتقد أكثر الركاب شافوا تغيير. أول شيء فتحنا 50 كاونتر دائما، عندنا 50 كاونتر مفتوحين، فالناطرة على ما صير دورك أنك تأخذ البوردينج كارد وتسلم جوازك صار أقل من دقيقتين تقريبا. مستوى الخدمة أفضل، معدات استثمرت الكويتية خلال سنتين اللي طافوا حروة 8 مليون دينار، معدات أرضية جديدة منها باصات يدد، مكيفات للطيارات، سلالم يدد، كلها لتحسين خدمة للراكب من أول ما يسوي التشيكين لما يوصل إن شاء الله الديستنيشن. المهندس كامل عوضي، أنت الحين تقول الجناط توصل موجودة بالتي فور عندنا يعني بوقت مناسب، في ناس تطير جناطها ما توصل وياها. أي هذا هي قاعد تصير أكثر من برا، من يعني وهم رادين من برا مو من الكويت، تحصل بالكويت بحالات نادرة بس تظل بكل دولة السلطة أمنية. الكويت طبعا الداخلية، فالجنطة تدش 4 مراحل تقريبا قبل ما تدش المرحلة الخامسة. نعم. المرحلة الخامسة اللي هم يعزلونها تماما وشاكين ان فيها شيء مضر، يعني مثلا متفجر او شيء يعني مضر. نعم. ففي دول مثل بريطانيا واكثر من دولة يعزلون الجنطة، واذا شافوا ان الرحلة راح تأخر بسبب الجنطة هاي يطلعون يمسكون الجنطة ويطلعون الرحلة، فالجنطة بعد ما تفتش هذا توصل ثاني يوم. يعني احيانا تكون المسؤولية مو مسؤولية الخطوط الجوية الكويتية، جهات اخرى. بالضبط. احنا الحين طبعا انت هم تفكر فيها، اذا انا اسافر ل 40 محطة نعم لازم اتعاقد مع الشركات خدمات أرضية بكل محطة. نعم. اللي موجودين اللي مرخصين يشتغلون مثلا بهيثرو أو بنيويورك أو بانكوك، فمرات تحصل مشكلة مع شركة أنه يكون خدمتهم تعبانة، إحنا على طول نغير من هالشركة عند الشركة ثانية ونحاسبهم على أدائهم. بس أغلب الأوقات تصير الجنطة تأخر محطة بسبب أمني من سلطات أمنية بهالمحطة هذه. نعم. يمكن السؤال الأهم بالنسبة لنا ككويتيين، هل الناقل الرسمي راح يكون منافس لشركات طيران الثانية؟ يعني حسب الخطط اللي حاطينها مسبقا. سؤال جيد. أوكي. بحاول أجاوب السؤال شو يعني والله بشفافية. ودنا. الكويتية يعني إحنا عندنا لو تفكر نورث عندنا تركيا شركة عملاقة، بالساوث عندنا القطرية والاتحاد والإماراتية شركات كبيرة، للويست عندنا السعودية هم شركة راغية قديمة كبيرة. أنا يعني بالوضع الحالي مع الأسطول الحالي مع البنية التحتية الحالية استحالة أن نتنافس معهم. والسؤال يمكن يكون أفضل، هل في سوق بالكويت كافي ان تخلي الكويتية تكبر وتكبر؟ طبعا نعم. احنا اليوم قام طالع حروة 5 مليون راكب ب 2019 او 4,750,000 راكب، السنة الجاية 5.5 مليون، بس موجودين بالكويت حروة 15 مليون. ليش ما يصعدون على الكويتية؟ ليش؟ هذا يعني فما ابي انافسهم كثر ما ابي اخذ سوقي، سوق الكويت. أنا عندي معلومة من أحد زملائك بالخطوط الجوية الكويتية أنك أنت تداوم 7 أيام كلهم، وإذا طلعت مبكر تطلع الساعة 5. مبكر 5 متى تطلع الحدا؟ أي هذا إحنا الحين هذا كلام صحيح طبعًا. إحنا يعني قايمين نهضة وشفته النهضة إن شاء الله وبدايته. طبعًا البداية صراحة عندي إدارة ممتازة، مجلس إدارة ممتازة، ومدراء ومساعدين ممتازين، مستشارين ممتازين، وموظفين يعني من نفسهم متشجعين ان يقومون هالشركة هذه. فلازم اكون انا الغدوة موجود وشغل ما يوقف طبعا. فالحمد لله السنة هذه الحين عدت،
ان شاء الله ناخذ ويكند اوف ويكند الجاي ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. هيئه سلامه الطيران اكيد وجهت لكم اكيد ايجابيات قاعد نشوفها مؤخرا، لكن ودنا نقول كلمه اخيره من حضرتك، نسمع كلمه اخيره مع الستاف اللي يشتغل وياك، الستاف الجديد والتطور الجديد، وزوجتك الله يحفظها اللي يمكن ما تشوفك طول الاسبوع اكيد. أيوة لها دعم ودور كبير. صحيح. كلمة أخيرة توجهها لنا. أول شيء أحب أشكر مجلس الإدارة اللي حطوا ثقة فيني وأعطوني الحرية أن أتحرك، وقاعد أتحرك يعني يمكن طريقة جديدة ما كانت ماشي عليها الكويتية من قبل. بس أعتقد يعني أسمعها وايد أن جيش بدون قائد ما يسوى، وقائد بدون جيش ما يسوى. وأنا يمكن محظوظ جداً ان عندي حروه 7500 موظف ما شاء الله. بيضوها 2019 بيضوها، لا يعني بيضوها، ودي اكرم واحد واحد فيهم لان فعلا قاموا يعني علم الكويت الحين تتردد بامريكا وبالخليج والكويتيه، كلمه اسم الكويتيه قامت شركات قامت تكلمني الحين ان هالشركه هذه قامت. طبعا ما قامت مني انا، قامت من الموظفين 7500 موظف. نعم. يعطيك العافيه المهندس كامل عوضي الرئيس التنفيذي لشركه الخطوط الجويه الكويتيه، والتحيه لكل ابطال الفريق اللي وياك واكيد مجلس الاداره وكل رجال الخطوط الجويه الكويتيه الناقل الرسمي اللي نعتز فيه. شهادتنا فيكم مجروحه، لكن احنا بعض الملاحظات ننقلها من المشاهد لكم انتم، كان عندك سعه صدر وجاوبت بكل اريحيه وشفافيه. يعطيك العافيه وشرفتنا في ليالي الكويت. الله يعافيك، جزاكم الله خير وما قصرتوا. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل ورد لكم مره ثانيه. محمد البنا رئيس وحدة جراحة القلب في مستشفى جابر، وحديث عن برنامج يوميات دكتور القلوب. طبيب ذرة قلوب الناس داويها يا مطر. الأحد في ليالي الكويت ليلة داريها. حصريا في ليالي الكويت. انتوا صدتوني الان في البوليفارد مكجول. الله يعطيك الصحه. ما توقعت اللقاء. تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي، رئيس الهيئه العامه للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه. معالي تركي آل الشيخ، وين بيوصل طموحه لابناء وطنه واكيد لبلده السعوديه؟ سمع العائد عائد سياحي، عائد اقتصادي، عائد اجتماعي نفسي، وظائف. ما شاء الله قاعد نشوف التغيير اللي غير الأمير محمد بن سلمان، مو ترك هذا الشيء. أول حاجة أنتم طبعكم زي طبعنا، 95,000 من إخواننا في الكويت جو للرياض. أنا أول شيء يقول لي طويل العمر اللي يقوله الشيخ صباح واللي يوجه فيه الشيخ صباح نبدأ على طول بدون ما ترجع. الأحد القادم في ليالي الكويت. الدكتور إبراهيم الرشدان والدكتورة فوزية الكندري والدكتور خالد المري والإنجازات الطبية يوم الأثنين في ليالي الكويت.
تحدينا لكم مشاهدينا عقب ما شفنا التقرير الحلو كله كيك. ومعانا اليوم الأستاذة مريم جعفر صاحبة مشروع The Cake Shop. حياك الله معنا في ليالي الله الكويت. الله يحييك إن شاء الله حبيبتي. ودنا نعرف هالكيك الزين اللي قدامنا اليوم. أنواع الكيك يمكن سولفنا شوي قبل الهواء. هذا الكوكيز المعلق وكيك على مجسمات، كيك على قصر، هذه كيكات فوق بعض، فوقهم كب كيك، واللي على الكاونتر شوفوا الكيك يعني أشكال ورناق. حدثينا عن هذا المشروع The Cake Shop. إحنا محل The Cake Shop بلشنا ب 2010، متخصصين بجميع أنواع الحلويات وبأخص بالكيك. والكيك اللي نشتغل عليه هو يعني 99% كله على رغب طلب الزبون. مثلاً زبون طلب كيكة على بيت كويتي قديم نسويها، طلب على كوكيز معين نسوي، يعني إحنا نشتغل على حسب شنو الزبون يحب. إذا ما في أفكار أو نماذج أنتوا تقدمونها كذي؟ إيه نعم، عندنا موقع إلكتروني thecakeshop.com.kw، وفي يعني أنواع كيكات إحنا حاطينها اللي هي حق الزوارة، حق المناسبات الخفيفة، وهم عندنا حق المناسبات مثل أعياد الميلاد، التخرج، الأعراس وكذا. نعم، ممكن الاستقبالات والأعراس. إيه نعم. هذه تكون لها طلبات مسبقة أكيد. صح. يعني إيه. إحنا الكويتيين نجهز مبكر. صح. حق أي استقبال ولا شيء. لكن لو الوحدة كذي فجأة انعزمت نبي نروح زوارة، شلون طريقة الطلب؟ هل لازم تكون مسبقة ولا نقدر نطلب نفس اليوم؟ نفس اليوم. يعني الحين أنا عزمت وأبي هالكيكة. احنا عندنا موقع الكتروني مثل ما قلت لك، تدخلين على الموقع تشوفين شنو الكيكه اللي تبينها حق المناسبه اللي انت تبينها حقها، وتطلبينها وخلال ساعتين لاربع ساعات توصل لك الكيكه. حلوه ساعتين. يعني الوقت محرصين على الوقت انت. اي نعم. اي في توصيل؟ في توصيل نعم، نوصل لكل مناطق الكويت. ومثل ما قلت لك يعني خلال اربع ساعات ممكن تطلب كيكه وتوصل لك، وتكون مو اي كيكه عاديه، تكون كيكه مثلا على الشكل اللي انت تبونه. نعم. بعيدا عن الشكليات او الاشكال اللي موجوده عندنا الحلوه والجميله، وهذا تحسب لكم صراحه ويعتبر تميز لكم، لكن معايير الجوده شلون مريم؟ احنا وايد الجوده مهمه عندنا صراحه، يعني الانجريدينس اللي نستعملها جدا عالي. خدمة العملاء عندنا فريق متخصص إنه يستقبل كل الطلبات الزباين، وإذا مثلاً يزبون مو عارف إيش يبي، يعني أغلب الأوقات يجون ناس مثلاً عارفين إيش يبون بس في ناس ما تعرف، فإحنا عندنا فريق يعني ما شاء الله عليهم، إحنا مدربينهم إنه إذا ياهم أوردر هم يعرفون يعني حتى يعطوكم أفكار. نعم. يقترحون عليكم يعني أشياء جديدة. نعم. يعني مثل ما قال زميلي محمد، بعيدا عن الشكل الاشكال لا يعلى عليها. صراحه مبدعين يعني. احنا وايد صراحه يهمنا الشكل والطعم. اي انا الحين بتكلم عن التيست نفسه. الشيف اللي يسوي الكيكه نفسها، هل ممكن مثلا بنفس الشكل اطلب انجريدينت معينه تحطونها؟ يعني في ناس مثلا يكونون فيجن. صح. وما راح ياكلون تسوون لهم هذا الشيء. هذا يكون مثلا ريكويست الكاستمر يعطيه حق سبيشال ريكويست يصير عندنا. مثلا في احد مثلا ما يحب البيض فنشيل البيض من ممكن هذه الامكانيه يكون سبيشال ريكويست. اي نعم. ممكن نطلبها. يعني احنا مو بس بالشكل نشتغل على رغبه الزبون، حتى ترى بالمحتوى من داخل الكيكه. يعني في ناس مثلا فيها حساسيه من الفستق من هالامور هذه، فمثلا نقول لهم مثلا حطوا شيء ثاني كبديل. عاد الكويت احنا عندنا نهب هبات. اي طبعا. وذويقه. إيه؟ بالاكل بالمذاق. شلون التيست؟ شوفي صج عاد بدون وجامل. احنا لان وايد نهتم بالتيست، مثلا اجود انواع المنتجات نستعملها ان كان من زبده او طحين او كاكاو. يعني من بلشنا مشروعنا تقريبا صرنا 10 سنين ولا عمرنا يعني رخصنا بالكواليتي الانجريدينت، هذا عندنا رقم واحد. محمد بيذوق ويقول لنا لازم تذوقون وتقولوا لنا. انا ابي الحين بس قلتي لي لا خلها لا تخرب اشكالهم الا بعد الحلقه. لكن السؤال الاحجام بالنسبه اختار الحجم اللي انا ابي ولا تقدر تختار عن طريق الموقع؟ تقدر مثلا احنا متواجدين على في عندنا فريق خدمه عملاء من الساعه 9 الصبح ل 9 بالليل، تتصل عليهم مثلا تقول لهم المقاس اللي تبي، الفليفر اللي تحبه، الشكل اللي تحبه، هم يقدرون يعينونك ويساعدونك. هو ابلكيشن موجود؟ احنا مو ابلكيشن، ويب سايت. ويب سايت اوكي. ادش واطلب انا ولا في اشكال موجوده ممكن اختارها؟ في اشكال تقدر تختارها، وهم عندنا شيء بالويب سايت ان انت تقدر تفصل الكيكه اللي تبيها. مثلا انت تبي كيكه طبقه طبقتين، تبي تحط صوره على الكيكه، تبي لون معين، تبي رساله معينه، تصير عن طريق الويب سايت. يعني احنا وايد مسهلينها، لان انت ساعات الواحد يكون مشغول، تعرف الحياه يعني يروح مني يروح ما يقدر. صح. فيقدر يكون مثلا بالدوام يطلب كيكه حق مناسبته الاسبوع الجاي، او مناسبته مثلا
بنفس اليوم. نفس اليوم. إيه؟ بس قادرين أهم شيء بنفس اليوم. نعم. حلو. شنو أكثر الناس اللي تحسينها مقبلة أو الزبائن اللي عندكم بالمشروع مقبلة عليه؟ شنو أي شيء في كيكة معينة؟ طلب معين؟ يعني مثلا في اشياء عندنا ترندنج هبتكم، مثلا الحين هابين وايد بالميرميد واليونيكورن، صح؟ فخذينا كيكه اليونيكورن طورناها، سويناها كيكه صغيره كيكه كبيره، ثلاث طبقات اربع طبقات، غيرنا الوانها غيرنا الشكل، فهاي الاشياء الناس تحبها. يعني هم دائما يحبون تغيير. نعم. فاحنا دائما نغير، احنا مثلا المنتج عندنا ما يقعد مثلا سنه كامله نفسه، لا دائما نغير، دائما نضيف، دائما نصير الى الاحسن. نعم. وبالنسبه حق الاستقبالات، يعني تسوون مثلا نفس الفليفر او نفس التيست شكل واحد ساعتها استقبال ولاده، صح. استقبال عروس، تبي شكل واحد من كب كيكس لكيكه العرس اللي هي طبعًا. تصير مترين ثلاثة امتار. طبعا احنا نسوي كله نفس الشيء، مثلا نسوي كب كيكس نفس شكل الكوكيز، نفس شكل الكيكه، عليها نفس اسم المولود، عليها الاسم، عليها مثلا حتى ساعات في ناس تحب صوره، تحب كاركتر معين مثلا ورده او شيء، ورد طبيعي ساعات نحط، تحطون ورد طبيعي على؟ اي نعم نحط ورد طبيعي. اي على حسب رغبه الزبائن، احنا نشتغل على شنو الزبون يبي نسوي عندنا. في فليفرز غريبه قاعد نشوفها محمد هالايام، يمكن اللافندر طعمه غريب، اللافندر بالتيست بالاكل تسوونه؟ احنا ما نسوي لافندر، احنا اكثر شيء يعني عندنا مثلا الريد فيلفت، ريد فيلفت لانه وايد ترند، الشوكليت اكيد الكل يحبه، عندنا كاريت وبامكن الليزر والقرع، اي الشوكليت مالنا. بس اذا احد مثلا حاب فليفر مثل لافندر هم عندنا ممكن تسوونه، حتى نسوي. لو كان الفليفر غريب، في ناس ما تستصيغه وفي ناس تحبه، اي تسوونه، عندكم الشيف يسوي كل شيء. طبعا طبعا عندنا قسم اللي هم خبازين البيكرز، وهم اللي يسوون لك الخلطات. اوكي. بعدين عندنا قسم ثاني الديكوريترز اللي هم يزينون، وزي مثل ما تشوفون بالصور هم اللي يحطون التاتشز الاخيره، بيستاشيو، صح. فهي الكيكه ترى ما تتسوى شخص واحد، تمر يمكن على 10 اشخاص ما شاء الله، فكل واحد لا يسوي التاتش ماله. احنا الحين رايحين في يعني، وهذا اللي طالب فيه الناس دائما وحتى الجهات، ان الناس لازم تروح على الاكل الصحي. هل ممكن اطلب منكم طلب اوردر ويكون صحي يحمي الناس اللي راح تاكل؟ اي نعم نقدر مثلا في ناس تبي اقل شكر، صح، في ناس ما تبي حليب، في حساسيه من الحليب، في ناس مثلا ما تبي شوكليت، فاحنا نسوي لهم مثلا نبدله، مثلا بدل ما نحط شوكليت نحط شيء ثاني، بدل ما نحط شكر صناعي نحط اشياء طبيعيه اللي تحلي الكيكه. نعم، مثل ما قال زميلي محمد، الحين التوجه صاير على الاكل الصحي، صح. اكثر في ناس متبعين رجيمات معينه مثل رجيم الاتكنز وكذي، ما يشربون الملك، بداله يحطون كوكونات ميلك، صويا ميلك، صح، الموند ميلك، احنا دائما كله موجود عندكم. اي كله موجود، لان في ناس بعد حتى مو عن دايت فيهم حساسيه ما يقدرون، صحيح، واللي فيهم سكر يعني بالضبط. مثلا لو بروح زواره، انا معي يدي ويدتي، صح. فاقدر اطلب الكيكه، بس بدال يكون فيها شوغر يكون، صح. فيها ممكن تسوونها، ممكن نسويها، بس اقول شغله، يعني اغلب الناس بالمناسبات يحبون الكيك، الكيك ما حد يعني يقول قلل، بالعكس يقولون زيدوا وحطوا اكسترا، حطوا كذي. اوكي. اي فاحس يعني تعرفين، لان المناسبه يمكن تجي مره مرتين بالسنه، فيعتمد على الزبون. اكزاكتلي. اوكي. يعتمد على الزبون. بالنسبه لهذا الابداع الجميل وحسب رغبه الزبون، صح. او طلب اللي يبونه، إيه؟ الاسعار شلون عليها مريم؟ احنا الاسعارنا جدا مدروسه، وما نحب ان نحط اسعار مبالغ فيها. ليش؟ لان احنا نحب الاستمراريه مع الزبائن. نعم. يعني انت زبون مثلا ما عنده بس مناسبه واحده، صح. ولا ما عنده مثلا ياهل ياهلين، عنده يمكن ثلاثه اربع ياهال، ويبي تشكيله، فاحنا وايد نراعي فكره الاسعار، نبي اسعارنا جدا حلوه جدا معقوله، على اساس انت تطلب منا مره مرتين ثلاث مرات. نعم. حلو. نعم. مريم قلتي قبل شوي ان الكيكه هذه او هذا النموذج الجميل والشكل الحلو، انا هذه ابيها ترى. ناكلها هذه محمد؟ هذه ولا شنو البيت الكويتي؟ لا لا، هذه ترى عباره عن كذا كيكه فوق كيكه ومقصوصه على اساس نعطي، بس محمد هذه توهقنا شلون قصها؟ خلنا على البيت الكويتي. لا لا، انا لي هذه، انا بروحي بروحك. ايه. الكب كيك بس هذه اللي كنت اسهل لك. احنا ترى دائما نحاول نبتكر افكار جديده، يعني انا قاعده اشوف الحين لو بقصها هذه شكلها يشوق، يعني ما نصورها احنا بالكويت، نصور قبل نقصها ناكل، اهم شيء نصور. زين شلون بقصها؟ اكيد بشيل الكب كيك اللي فوق، عندك تحت الطبقه هاي اللي اخذتيها، الفايز بياخذ الكب كيك، انا باخذ الكب كيك هذه من غير محمد، بخاطرك انت. اي والله بخاطرك صراحه، هاك الكب كيك. بس شلون هنا قصها هذه؟ قصينا من تحت تبتدين،
أو مثلا من الطبقة الثانية؟ ما يحتاج من غير قص، أمرها محلول لولوا. أستاذة مريم، الحين قلتي قبل شوي أن الكيكة هذه تمر بكذا مرحلة وكذا شيفس، شنو المراحل اللي تمر فيها؟ أول مرحلة يمر الطلب عن طريق فريق خدمة عملاء. أوكي. الزبون يتصل على خدمة عملاء يقول له مثلا أنا في عندي هالفكرة ببالي، أو مثلا أنا ما عندي فكرة أعطوني أفكار، فإحنا نتواصل معه وندز له صور كيكات إحنا مسوينها من قبل، أو ساعات هنا حتى يعني للمصنع ويشوف. مو شرط أدش الويب سايت، مو شرط تقدر إذا مثلا أنت عن طريق التليفون. نعم. فإذا استقريت على شكل وديزاين هم يأخذون منك التفاصيل مثل متى تبيها، ومثلا شنو الطعم اللي تبيه، وإذا تبي مثلا رسالة معينة على الكيكة يسوي لك إياها. بعدين طبعا الكيكة تدخل عند قسم الخبازين البيكرز اللي يخلطون واللي يسوون، لان احنا ترى كل شيء عندنا فريش، ما عندنا شيء يقعد لباكر، لان احنا نشتغل على شنو الزبون يبي. هو يبي مثلا كيكه حق اليوم تتسوى اليوم، يبي كيكه حق الاسبوع الجاي تتسوى الاسبوع الجاي. خلال ساعتين لاربع ساعات يعني. ساعتين سهله. فتيجي الكيكه تمر على البيكرز يسوونها يزهبونها، تمر عند الديكوريتر اللي الفنانين اللي يحطون التاتشز مالتكم مثلا. واخر شيء تمر عند خدمة العملاء تشيكون كل شيء تمام، بعدين تمر عند فريق السواق وهم يوصلونها لكم. اه ما شاء الله. اي يعني ترى هو يعني الواحد يشوف كيكة عباله ان تتسوى شخص واحد. انا توقعت العملية اسهل من كذي صراحة. إيه لا هي وايد دقيقة، واحنا طبعا يطلع من عندنا وايد كيك من المصنع، ولا كيكة نفس كيكة. اوكي. فكل كيكة ترى يشتغل عليها 2-3 دقة. بس تتعاملتوا مع احجام كبيره؟ اي نعم. اي نسوي كل احجام احنا يعني نسوي. بالعروس شنو اكثر شيء مطلوب اذا طلبت منك كيكه عروس؟ انا قاعده اشوف بالعروس الحين قاعد تصير مترين وثلاثه. قاعد تصير، بس صدقين الحين قاعد يردون على البسيط، الكلاسيك البسيط. الكيكات هاي الكبيره اول ناس وايد تحبها، بس مشكله بالقص، مشكلتي. فالحين قاعد ياخذون كيكات صغيره على اساس الكل ياكل منها، وبعدين ياخذونها هم البيت ساعات ويخلونها يعني ذكرى. ليش حسستين ان دايم الزباين عندكم حق العروس دواوين ما يطلبون؟ لا بلا، احنا كل المناسبات عروس عندنا، وحق اعياد الميلاد، وحق مثلا كل المناسبات اللي عندك مثل التخرج، الاعياد الوطنيه، فكل لكل المناسبات الناس تطلب. يعني حتى قبل شوي كان منتخبنا الوطني صح طلبوا على فريق الكويت، وكنا الايام اللي طافت كلها قاعدين نسوي كيك وكب كيك على كوار وفوتبول وهالامور هذه كلها وعلى الازرق. فبالعكس احنا نشتغل مع كل المواسم ومع كل المناسبات، يعني ما في شيء احنا ما سويناه، كل يعني مناسبه تخطر على البال مسويناه. ما شاء الله. يعني البيت هنا بعد في واحد مغتر. هذا بيت يعني كويتي قديم كرييتيف صراحه. يعني فكره ابداعيه قاعد نشوفها، مو بس الجوده في الطعم، جوده بالشكل والجوده بالتوصيل والطلب. وهذا المطلوب اكيد لان هي مو بس تزين الزباين. صح، احنا نحاول كثر ما نقدر لان احنا شغلتنا وايد حساسه التعامل بالمناسبات. شلون قادره تنافسين بين كل هذيل يعني خلينا نقول المشاريع وايد بالكيك، وخاصه الناس تتخوف من جوده الاكل وتتخوف لما تشوف الشكل، يشوقني الشكل، لكن لما اطلبها شلون اتاكد انها بتكون نايس؟ احنا بنفسنا يعني نتاكد ان كل المكونات من الكيكه احسن نوع، دائما نطور من نفسنا، ما نقعد على شكل وخلاص، دائما عندنا اشياء جديده، يعني نسمع للزباين شنو يحبون شنو يبون. يعني انت الواحد لازم اذا داش يعني اي نوع من التجاره لازم يسمع شنو الطرف الثاني يبي. يعني هم يعني زبايننا، يعني اغلب الافكار اللي تشوفينها ترى كلها افكار زباين، هم دازين لنا صور قالين احنا نبي كذي فاحنا نسويه. فيعني هذا اعتقد شيء وايد يميزنا، ان احنا عندنا علاقه حلوه مع زبايننا. احنا مسوين كيكات مثلا لما اول ما تزوجوا، بعدين بعد فتره سوينا كيكه حق ولدهم او بنتهم. ففي استمراريه، فهذا شيء وايد حلو، ثقه الزبون. اي هذه وايد مهمه. عسى الله يديم هذه الثقه بينكم وبين الزبون. الله يسلمك ان شاء الله، وان شاء الله راح نتعامل وياكم باذن الله. محلكم ومكانكم. ابي كيكه على استديو ليالي الكويت تكون عوده تتسوى ان شاء الله. تسلمين يا غاليه. مشكور على تواجد معنا في ليالي الكويت. الله يسلمك ان شاء الله جعفر، وان شاء الله راح اخذها البيت. اي عليك بالعافيه. كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم في ليالي الكويت، وعلى هالكيك الحلو وهالشغل الحلو، موفقين خير ان شاء الله. تسلمين، ما قصرتوا، مشكورين. مشاهدينا فاصل ونرجع مع الاستاذ فيصل العتب.
From the moment you step into the cake shop, it's all about you, our customers. You can select from a wide variety of cakes, or we'll help you create a completely customized design for your special occasion. Every day at the cake shop starts the same way, with ingredients of the finest quality. Then we carefully sift, beat, and mix them as the magic happens. Each order is expertly baked and crafted by our professionals to the exact specifications of our customers. With so many options to choose from, the possibilities are endless. What makes the cake shop's masterpieces so unique is the creativity and attention to detail that goes into the design of the cakes. Each design is carefully made by hand until the cake is perfect for you, our customers. From weddings to baby showers and every special occasion in between, the cake shop creates treats for a wide selection of memorable events. And when it's ready, you're going to love your delicious masterpiece down to the last slice. الخطوط الجوية القطرية والمجلس الوطني للسياحة يقدمان قطر لايف. شاهد مارون فايف، كيتي بيري، مالوما، الشاب خالد، عدد من أشهر الدي جي في العالم بمهرجان داي دريم وغيرهم الكثير. شاهد أقوى الفرق العالمية في كأس الخليج العربي وكأس العالم للأندية. هل أنت مستعد للانطلاق في مغامرة جديدة؟ لأنه في هذا الشتاء ندعوك لاكتشاف قطر كما لم ترها. الدكتور محمد البنا، رئيس وحدة جراحة القلب في مستشفى جابر، وحديث عن برنامج يوميات دكتور القلوب. طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مطر. الأحد في ليالي الكويت. الكويت. انتم صدتوني الان في البوليفارد مكجول. الله يعطيك الصحه. ما توقعت اللقاء. تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. معالي تركي آل الشيخ، وين بيوصل طموحه لأبناء وطنه وأكيد لبلده السعودية؟ سمع العائد عائد سياحي، عائد اقتصادي، عائد اجتماعي، نفسي، وظائف. ما شاء الله قاعد نشوف التغيير اللي غير الأمير محمد بن سلمان، مو تركي آل الشيخ. أول حاجة، أنتم طبعكم زي طبعنا، 95,000 من إخواننا في الكويت جو للرياض. أنا أول شيء يقول لي طويل العمر اللي يقوله الشيخ صباح ولا يوجه فيه الشيخ صباح، نبدأ على طول بدون ما ترجع. الأحد القادم في ليالي الكويت. الدكتور إبراهيم الرشدان والدكتورة فوزية الكندري والدكتور خالد المري والإنجازات الطبية، يوم الاثنين في ليالي الكويت. يا علي صوت يبان. يعتبر من أشهر الأصوات الكويتية الغنائية في فترة الستينيات. يمتلك حنجرة ذهبية مكنته من الصعود والنزول على السلم الموسيقي، فكان صداحاً بالصوت الخليجي والأغنية الشعبية والتراثية والفصحى والمقامات الشرقية. يا لو كذا مبسمها يا أكي. هو الفنان الراحل صالح الحريبي، واللي بنسمع أجمل أغانيه بصوت ولده الفنان أحمد الحريبي في ليلة أطلقنا عليها ليلة الحريبي، غداً في ليالي الكويت. هو
رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يجمعنا مع المهندس فيصل العتل رئيس جمعية المهندسين الكويتية. أكيد بالبداية حياك الله المهندس فيصل. بالبداية أخذت على عاتقكم مسؤولية أن محاربة كل واحد يدعي الهندسة أو مهنة الهندسة، تكلمنا عنها. طبعا أشكركم على الاستضافة بداية الأمر. إحنا في 2017 تقدمنا في مايو لمعالي وزير الشؤون الاقتصادية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأخت هند الصبيح في 3 مشاريع. نعم. 2 من المشاريع تم ضمها إلى خط التنمية، والمشروع الثالث اللي هو إحنا اليوم راح نتكلم عنه اللي هو مشروع تدقيق على شهادات المهندسين الوافدين. طبعا المشروعين الثانيين اللي هو كفاءة الطاقة راح يوفر 1 مليار تقريبا على الدولة. المشروع الثاني اللي هو إحلال المهندس الكويتي في القطاع الخاص. وبعد اجتماعات مطولة مع الإخوان يعني ابتدأ المشوار في مارس 2018، وبدأت الشراكة الحقيقية لنا مع الحكومة من خلال القوى العاملة والأخ أحمد الموسى والدكتور مبارك الجعفور وعادل رشود وكذلك الإخوان في القوى العاملة، وبدأنا في التدقيق على شهادات المهندسين الوافدين. وصدر تعميم بهذا الأمر في تعميم رقم 15 على 2018. طبعا كيف صدر هذا التعميم؟ هذا شنو التعميم؟ التعميم ان اي شخص يبي يحصل على لقب مهندس مراجعه جمعيه المهندسين. نعم. طبعا قانون انشاء الهيئه يخول الوزير المعني بتكليف من يراه مناسبا لاختبار المهن الهندس المهن وغيرها من المهن الهندسيه وغيرها. بدينا هذا المشوار والحمد لله يعني عندنا لجنه اسمها لجنه تقييم المؤهلات، كانت تعمل تقريبا من بدايه الستينات من انشاء الجمعيه، كان لها باع طويل بالشراكه مع التعليم العالي ويستند لها في التدقيق على الشهادات الهندسية. أضف إلى ذلك أن يعني الحمد لله بعد ما بدينا في هذا المشوار قدرنا نحن يعني نوقف عدد كبير من مزاولة المهنة في دولة الكويت. طبعا العدد يتجاوز 10,000 مهندس. 10,000 مهندس شنو؟ مهندس وافد غير كويتي. غير كويتي. حنا شغلنا كان على غير الكويتيين. نعم. تحديدا يعني في القطاع الخاص مو في القطاع الحكومي. نعم. القطاع الحكومي يتبع ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص يتبع القوى العاملة. بس على أساس قلتوا أن هذيلا مدعي الهندسة أو المهنة الهندسية؟ الأساس واضح، إذا أنت تحمل مؤهل هندسي معتمد. نعم. من جهة البلد راجعنا حياك الله. إذا أنت يعني السؤال اللي طرحناه احنا، هل لك حق مزاولة المهنة في بلدك ولا لا؟ في كثير من الناس، أضرب لك مثال الفلبين مثلا، المهندس الفلبيني لمزاولة المهنة في الفلبين لابد الحصول على اختبار مدة 3 شهور، عفوا 3 سنوات صلاحيته، ويعيد الاختبار. نعم. اللي هو اختبار مزاولة المهنة. حلو. للأسف اللي يسقط في هذا الاختبار يزاول المهنة في الكويت، فكان السوق يعني عبارة عن يعني تسيب. هذا موجود عندنا بالكويت؟ نعم. كم مهندس؟ والله مهندس يعني إذا الأخوان يطلعون الإحصائية راح تبين الإحصائية يعني شيء كبير من هذا الأمر، ولغة الأرقام هي ما تتحدث. نعم. احنا لما بدينا ب 42,200 حسب إحصائية القوى العاملة. نعم. اعتمدنا إلى نهاية الشهر نوفمبر هذا العام 31,441. تم رفض 5,086. طبعا وفي اعداد تم حظرها وتحويلها الى يعني الشؤون القانونيه، وبالاضافه الى في ناس تحولوا الاختبارات ولا جونا. وعندنا ما يقارب 6,325 لم يراجع جمعيه المهندسين الكويتيه ومسجل في يعني بياناتنا من سنه 62. نعم. اللي شفناه ان في كثير منهم يعني تسرب وما جاء الجمعيه، وبالعاميه قص الحق من نفسه. نعم. وللاسف يعني مع احترامنا لكل المهن، اي شخص يتعب على نفسه ويدرس 5 سنوات ويتقرب سواء في بلده او في غيره للدراسه يعني، وبعدين يحول مهنته الى عامل او الى حارس امن او الى قرصون او الى مندوب مبيعات او مندوب مشتريات وغيره من المهن، يعني لكل احترام وتقدير لمن يزاولها، لكن هذا المهندس ما يقبل انه يعني ينزل في هذا الوظيفه. نعم. لو تلاحظ احنا بس يعني هذه 1274 هذه تم انجازها خلال الجمعه والسبت الماضيين، يعني الجمعيه الحمد لله يعني قاعده تقوم بواجبها وزياده، وهذا كله عمل تطوعي. نعم. يمكن لو نشوف ان مشروع حمايه المهنه ايش كثر راح يخدم المهندس وشنو الاجراءات اللي اتخذتوها ضدهم؟ طبعا الاجراءات تتخذها القوى العامله، لكن خدمه هذا المشروع يعني للمهندسين، يعني انا يعني كل فخر اني اقول ان اول مجلس اداره في جمعيه المهندسين كله من الشباب.
نعم. يمكن أنا أكبر واحد فيهم تونا واصل. الله يعطيك الصحة. والشباب يعطيك الحيوية والروح، كذلك إخواننا أهل الخبرة استعنا فيهم بالاستشارات. بدينا في هذا المشروع بشراكة مع القوى العاملة، مع جامعة الكويت اللي هي العامة التعليم التطبيقي، كذلك الإخوان في الخارجية ما قصروا، سمو الرئيس أيام ما كان وزير الخارجية ووالدنا خالد الجار الله، وكذلك أخوي طاهر العجران. يعني تضافر الجهود كمشروع وطن اللي حنا ارتئينا، حنا يعني نقوم في هذه الجهود ونتعب ونداوم جمعة وسبت يعني على حساب وقتنا من أجل هذا البلد لحماية المهنة. نعم. اللي وقفناهم حنا فوق 10,000، هذا يعني خلق وظائف. عفوا بس أنت بأي حق توقفه؟ هني يعني السؤال. مثل ما قلت لك، أنت جمعية المهندسين مع احترام لها مو جمعية نفع عام. صحيح. إيه، فشي خولك توقف بأي صفة؟ صفة مزاولة المهنة. أنا خولتني القوى العاملة موجب قانونها، من جهة رسمية بموجب قانون إصدار إنشائها بالتعميم الصادر أن يقوم بهذا الواجب. نعم. بالتعاون مع جامعة الكويت والجهات الحكومية الأخرى. حلو. أو بداية الأمر حنا ندقق على الشهادة ونشوف صدورها من المنشأ والتصديقات في الخارجية والاعتمادات الأكاديمية في منظمة عالمية اسمها الواشنطن أكورد، هذه تحت مظلتها كل الهيئات الاعتماد الأكاديمية، فيها 19 عضو، 15 منهم أعضاء رئيسيين وأربع مراقبين. حلو. المهندس فيصل العتل، الحين قبل ما تبلش في هذه الحملة لمحاربة كل واحد يدعي الهندسة وقاعد يشتغل بالكويت، كم كان العدد؟ 42,200. الحين؟ اللي احنا اعتمدناهم 31,000. 31,000 وشوي. زين، والباقي وين؟ شنو الحل؟ يروحون؟ مثل ما قلت لك، في ناس احنا رفضناهم وبداية الأمر كان، خلينا نفترض انك رفضته وهو موجود قاعد يمارس مهنته. احنا حطينا خطة استراتيجية. حلو. في بداية الأمر. نعم. الخطة مبنية أول شيء نعتمد المهندسين كبايلوت بروجكت، أول مشروع. بعدها نبلش في التخصصات المساندة، وبعدها نمشي على باقي المهن، وبعدها راح تصير ضبطية قضائية ان احنا نروح نزور، يعني بالتعاون مع الاخوان في القوى العاملة نزور المواقع ونشوف هل فعلا هالشخص هذا اللي وقف من مزاولة المهنة ما زال يزاول هذه المهنة في الموقع ولا لا. نعم. طبعا في بداية الامر يعني كان في مجال لتغيير المهنة، الحين تم ايقاف موضوع تغيير المهنة، يعني اللي ما يعتمد يغادر. نعم. يغادر. لو نتعمق اكثر بالانشطة اللي سويتوها اقليميا وخليجيا وخلينا نقول عالميا، لكم أنشطة خارجية وداخلية، شنو الأنشطة اللي قدمتوها للمهندس الكويتي خارج الكويت؟ طبعا احنا طبعا بداية علاقتنا مع الخارج انطلقت من يعني دعم وزارة الخارجية لنا في هذا الشأن. احنا يعني نفتخر احنا نقود العمل التطوعي المهني الهندسي على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي. نعم. وقدنا العمل الهندسي على مستوى خليجي وعلى مستوى عربي وعلى مستوى عالمي لسنين طويلة. نعم. طبعا هذا الامر خلانا نحتك في كثير من المنظمات والنقابات وحتى بعض الوفود الرسميه اللي زارتنا لجمعيه المهندسين، وفتح افاق التعاون لنا مع كثير من الجهات. وقعنا قبل فتره مع النقابه الهنديه، عندنا قريبا توقيع مع البريتش انجينيرنج كونسل وهو الهيئه المنظمه لمزاوله المهنه في بريطانيا. راح يصير هذا الاتفاقيه اعتماد بيننا وبينهم، اللي يمكن تشوف هذه زيارتنا بدعوة من الرئيس الهندي. نعم. لحضور احتفالية الجامعات. نعم. وني بعض الأخوان السفراء اللي زارونا. نعم. يمكن قبل أيام احتفلت جمعية المهندسين الكويتية على مرور 57 عام على تأسيسها. نبي شنو المبادرة اللي قدمتوها في هذا الاحتفال؟ احنا طبعا 57 عام يعني عمر. اي نعم. احنا يعني ارتئينا يعني خصوصا في يوم المهندس الكويتي في 7 مارس من كل عام، والسنة هذه كانت غير، كانت يعني برعاية سامية من صاحب السمو، وهذا وسام شرف على صدر كل المهندسين. نحن نطلق تحدي، وهذا التحدي كان إنشاء أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في الكويت، والحمد لله احنا افتتحنا المحطة وجربناها ودربنا مجموعة من المهندسين الكويتيين على إنشائها وعلى التعامل معها، إيمانا منا بتهيئة المهندس الكويتي لمواكبة خطة 2035. والعمل هذا كله تم بسواعد شبابية كويتية. نعم. ما شاء الله. يعني لخدمة هذا البلد، وإن شاء الله في العام القادم راح نقدم تحدي آخر. نعم. للمهندسين نحاول ننجزه خلال فترة يعني الاحتفالية بيوم المهندس. ما هو ملامح التحدي القادم؟
قريبا ان شاء الله نعلن عنها. الحين ما في اعلان. احب اول شيء احييك لشخصك الكريم المهندس فيصل العتل وبقيه اخوانك في جمعيه المهندسين على الاستراتيجيه الواضحه لحمايه المهنه، وهذا واجبكم اكيد، هذا واجب وطني، واكيد واجب عليكم على حتى حمايه زملائكم المهندسين الموجودين. فاحييكم على الاستراتيجيه اللي موجوده وماشيين عليها صح. تعال نسوي لك اختبار، اوكي تكمل شغلك في عندنا، ما عندك خلاص روح. قرار واضح وصريح فأحييكم عليه. لكن الخطة المستقبلية لجمعية المهندسين؟ طبعا القرار هذا له انعكاسات، الانعكاسات يعني جدا إيجابية. بداية الأمر راح ينعكس على المشاريع التنموية في دولة الكويت، راح يرتفع جودة هذه المشاريع. نعم، لأن ما راح يزاول المهنة فيها إلا مهندس يعني جودتها عالية. نعم. أضف إلى ذلك أن هذا خلق وظائف جديدة. أنت وقفت مع العمل مجموعة كبيرة، مقابلة تم خلق وظائف. يعني النفط أعلن عن 2500 وظيفة شاغرة، واليوم وصلني خبر أن إن شاء الله قريبا راح يعلنون عن قبول 500 مهندس. نعم. ومهندسة في القطاع النفطي. ما شاء الله. وهذا الحين بس هذا كله بجهود الجمعية الظاهر. طبعا مو جهود الجمعية، جهود أبناء الوطن اللي عملوا في جمعية المهندسين عمل تطوعي، فيهم مهندسين وفيهم غير مهندسين. نعم. وفيهم كذلك من أخواننا الوافدين اللي ساهموا في هذا المشروع. نعم. هذا عمل تطوعي جماعي تضافرت فيه الجهود. أضف إلى ذلك عندنا يعني مشروع قدمناه للأخوان في القوى العاملة، هذا المشروع لحل التركيبة السكانية. نعم. وهو الخطة الثانية من اللي احنا طرحناه في بدء الأمر في 2017 اللي هو اعتماد باقي المهن، راح يطبق على المعلمين القانونيين المحاسبين والمراجعين. وهذا احد المشاريع اللي احنا طرحناها بانتظار الموافقات عليها، اللي كلنا امل في الوزير القادم انه يعني يضع هذا قيد التنفيذ. نعم. عندنا كذلك يعني وبدانا احد الجهات الحكوميه تقدمت لجمعيه المهندسين لمساعدتها في احلال المهندس الكويتي في القطاع الحكومي. نعم. وتنفيذ خطه الحكومه في تكويت القطاع الحكومي. احنا قريبا راح نعلن عن تدريب 210 مهندسين وتوظيفهم في احدى الوزارات الحكوميه، ومن خلال هذا راح ننطلق للوزارات الاخرى لاحلال المهندس الكويتي في هذا القطاع. اضف الى ذلك عندنا يعني مشروع احنا بنتقدم فيه قريبا للاخوان في المجلس البلدي، اللي هو اعاده قرار مزاوله المهنه. هذا القرار راح يخلق فرص وظيفيه للمهندسين الشباب من خلال المكاتب الهندسيه التخصصيه، ومن خلال كذلك تقليص مدة فتح المكتب من 10 سنوات إلى 5 سنوات. أضف إلى ذلك بعد عندنا يعني أحد المشاريع اللي احنا ندعم فيها القوى العاملة اللي هو تعميم صدر وحيل الدراسة، ونتمنى أنه يظهر مرة ثانية، اللي هو عدم استخدام أي مهندس وافد بأقل من خبرة 5 سنوات لخلق مجال للتوظيف المهندسين حديثي التخرج. نعم حلو. مهندس فيصل عتل نشكرك جدا على تواجدك معنا اليوم في ليالي الكويت، واكيد نبارك لكم على مرور صراحه يعني عمر 57 عام على انشاء جمعيه المهندسين الكويتيه، وان شاء الله كل المشاريع المستقبليه اللي تطمحون لها تتحقق ان شاء الله بجهودكم وجهود الشباب اللي معاكم سواء من الكويتيين او الوافدين. فيكم البركه ان شاء الله، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق. كلمه اخيره مهندس فيصل. كلمة أخيرة باختصرها بشيء واحد، القادم أجمل بإذن الله بجهود أبناء الكويت إن شاء الله بجهودكم، وأكيد القادم أجمل للقطاع الهندسي بالكويت. كل الشكر للمهندس فيصل عتل رئيس جمعية المهندسين الكويتية باكر لولو يعني عندنا ليلة الحريبي. مثل ما عودناكم مشاهدينا يوم الأربعاء راح تكون ليلة طربية، باكر راح تكون ليلة الحريبي. نتمنى أن نكون اليوم قدمنا لكم باقة جميلة من المواضيع، ونلاقيكم باكر في حلقة فنية من الطراز الأول للراحل صالح الحريبي يحييها ابن الفنان أحمد الحريبي في ليالي الكويت، ونقول لكم تصبحون على خير وتابعونا باكر. مع السلامة.